لا لازم نتقابل النهارده. لا مش هستنى انا للصبح، ما انت شايف زياد كل شويه يجي لنا الشركه. انا اصلا مش عارفه اتكلم معاك كلمتين في المكتب. ايوه هو هنا يا سيدي. انا حره، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. طيب انا ماشي، انا شو هشوفك. طيب خارجة ولا ايه؟ ايوه خارجه. رايحة فين؟ خارجه مع نشوى، رايحه السينما. افتكرتك امتى نشوى؟ يعني ايه افتكرتني امتى؟ هتنساني ليه يعني؟ هي خلاص عشان مشغوله شويه في حياتها يعني خلاص هتقاطعني؟ هو ايه اللي انا قلته خليك متعصبه كده؟ انت متعصبه ليه الايام دي؟ انا مش متعصبه، انت اللي فاكر ان كل الناس متوتره زيك. جايز. طب مش هتساليني صديق انا عاوزني فيها؟ انت قلت انها مفاجاه. ايوه بس انا ما قلتش ان المفاجاه تبع الشغل. بس انا مش غبيه وتوقعت. وبعدين انت لحد ما جيت الشركه ما كانش في اي مفاجآت، وبعد ما جيت بقى في مفاجأة. هو انت ليه بتتعمد تيجي من غير ما تقولي؟ لا مش بتعمد ولا حاجة والله، كل الموضوع ان انا كنت عامل حسابي ان انا هكلمه وبعد كده اخد منه ميعاد وبعد كده اروح له. بعد كده قعدت مع نفسي فقلت ايه الاوفر ده، هو كده كده صاحبي هيسيبني في اي وقت، فقررت اروح بس. طب انا يا دوب اخش البس. برضه مش هتساليني هو كان عايزني فيه؟ يا زياد ما تقول لو عايز تقول، وانا هطلع منك الكلام بالعافية. لا مش مهم خلاص. لا أنا شايف إن كريم أنسب، شخصيته لطيفة وعنده خبرة ودايما عنده رؤية مختلفة. آه تصدق إن أنا ما سمعتش التسجيل ده؟ ما هو لما الموضوع اتحل خلاص قلت أسمعه ليه يعني. طيب تمام يا فندم، أوكي بكرة أبعت لك الديكي. يلا تصبح على خير، باي باي. يلا كده كفاية. طب نسمع نشوف ايه الموضوع. سمعنا يا سيدي. مأمرة ان اسمك ما جاتش مش كده؟ هو في ايه بقى؟ بالنسبة ليه؟ كلمي يا اسم، قولي اللي انت عايزة تقوليه. انا قلت كل الكلام مش هعيده تاني، انت اللي لازم تتكلم. بصراحة انا مش بالع فكرة ان احنا بنعمل خطة على زياد، بس كنت بالع انك تحبني وتقعد تقولي كلام حلو وتبصلي وتضحكلي، كنت بالع كل ده صح؟ غصب عني يا اسم، غصب عني حبيتك ولسه بحبك، مش عارف ليه وازاي بس هو ده اللي حصل. لكن انت الموضوع بالنسبه لك سهل، انت عايزه تسيبي راجل عشان تبقي مع واحد تاني، لكن العلاقه بين الاصحاب مش كده. عشان خاطري اديني فرصه، اديني فرصه افكر، اديني وقت. انت بتقول اي كلام عشان زي ما انت ضميرك وجعك انا كمان ضميري وجعني، وانا مش هقدر العب دور الزوجه الخاينه ده. هو ما يستاهلش مني كده، ولا انا استاهل اني اكمل حياتي مع راجل ما بحبوش، بالذات بعد ما قابلتك. يعني انت لو كنتيش قابلتيني كنت هتكملي معاه؟ ايوه كنت هكمل، بس ما كنتش هكمل كتير، لان انا حاولت احب وما عرفتش. انا غلطت لما اتجوزت زياد، وانا فاهمه ان انا مع الوقت احب، واديني بدفع ثمن غلطتي. انا بيك من غيرك هتطلق، خد القرار بقى اللي انت عايزه. لا 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 يا اسمت، لا تسنونيش في حيطة يا اسمت. انا اللي استاهل اخسر في العلاقة دي، انا عشان اللي عملته في صاحبي مش انتي ولا زياد. انا اللي لازم اعاقب نفسي بان انا ابقى قدامي حب حياتي ما اكملش معاه. اسف
بالبساطة دي. لا مش بالبساطة دي. بس انتي عارفة زياد بيبصلي ازاي؟ بيبصلي على ان اخوه اللي بيثق فيه. في نظرة في عينيه انا مش عايز اشوفها، مش عايز. يا رب يكون خبر حلو. يا غالي عامل ايه؟ لا مفيش، كنت بتمرن بس. في حاجه ولا ايه؟ لا يا معلم، انا عايزك بس تجيلي الشركه ضروري. انت لسه في الشركه؟ تخيل. طب يا رب يكون في اخبار حلو يا صاحبي. تعالالي بس، تعالالي عشان خاطري. ماشي خلاص، وجيلك على طول. سفت السكه. سلام. يا رب يا رب. في ايه؟ انا في موقف زي الزفت، ما كنتش اتمنى اكون فيه ابدا. مستر محمود ما وافقش ان انا ارجع الشركه صح؟ لا خالص، الموضوع مش كده. ما في ايه طيب؟ من كام يوم كان عندي مشكلة هنا في الشركة ما بين قسم الماركتينج والفاينانس. قلت أعمل الموضوع القديم، قعدتهم هنا وخليتهم يرغوا وسجلت لهم. تمام، وبعدين؟ ولا قبلين انا مش عارف اقول لك ولا اسمعك ولا اعمل ايه بالظبط. فيها صادمة تتكلم. كريم صاحبك طلع الشمال، واسمة مراتك لازم تطلقها. انت بتقول ايه يا صادق؟ عشان خاطر اهدى، عشان خاطر اهدى. اهدى يا يوسف، ايه تقصد ايه الكلام ده؟ هسمعك كل حاجة. يا اسم، انا اسف على القرار اللي انا خدته، بس عشان خاطري لازم تقدري موقفي. انا والله العظيم بحبك، والله العظيم لولا ان كان زياد موجود عمري ما كنت سبتك. الو الو، هو انت سمعتي ايه؟ سمعت كل حاجة، سمعت اللي انت ما كنتش عايزني اسمعه. يعني انا كنت صح يا كريم، انا ما طلعتش مجنونة. ايوه انا ده حبيتها، حبيتها غصب عني. بس خلاص انا نيت كل حاجة زي ما سمحتي. انا من بكره هلم حاجتي واطلع ابو ظبي. انا ماليش قعاد في البلد دي. بعد ايه؟ بعد ما تسليت بيا يا كريم، تسليت بمرات صاحبك. انت زباله، زباله قوي. طب ليه؟ ليه عملوا كده؟ ده جوابنا صادق. عملوا كده ليه؟ ليه اسمك دي ملاك؟ وكريم ده صاحب عمري. طب هم عملوا معايا كده ليه؟ أنا ما عملتش فيهم حاجة وحشة. ها؟ ليه عملوا معايا كده؟
يعني هم كانوا مستغفليني. ها ايه ده عشان خاطري؟ لا كانوا مستغفليني. مش اسكت. زياد بكره ان شاء الله. هوصل على بعد الظهر كده. لا لا لوحدي. هقول لك لما اجي يا ماما. احكي لك كل حاجه. ما تقلقيش انا كويسه. طب اديني نص ساعه اكلمك. يلا باي باي. زياد انا ماشيه. ما تستغربش انا مسافره بكره لاهلي. لو سمحت اتطلق. مش عايزه منك اي حاجه. انا عايزك تطلقني عشان. عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما انت ما لقيتيش غير اقرب واحد ليا اسمك. زياد لازم تعرف ان انا ما خنتكش. انا مفيش حد قرب لي. انا اتجوزتك وانا فاهمه ان انا هقدر احبك. وفعلا حاولت وما قدرتش. غصب عني حبيته. بس انا مش عايز اطلق منك عشان كده. اوعى تفتكر ان انا هروح اتجوزه. لا انا مش عايزه اي حد في حياتي. وانت حبيتيه وما حبيتنيش صح؟ انت ليه ما حبيتنيش؟ وانا ناقصني حاجه؟ لا لا لا. ها؟ طب انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا. متوحش معاكي؟ لا. طب ليه؟ رد عليا. انا قصرت معاكي في حاجه؟ زيد انت راجل محترم طيب. العيب فيا انا. انا اسفه. سامحني. بجد انت اسفه؟ متشكر قوي. انت عارفه انت عملت فيا ايه؟ انت تبعتيني في الموقف ده. انا كان المفروض ان انا اروح اترمي في حضن كريم صاحبي اللي انت كنتيني معاه. طب انا دلوقتي اروح لمين؟ انا عايز اعرف اروح لمين دلوقتي. ردي عليا. أروح لمين؟ متخافيش. فاكرة إن أنا عم أديد عليكي. لا أنا مش هعمل فيك حاجة. أنا فعلا مش شايفك يا اسمت. أنت طالق. يلا
كان لازم ادخل الجروب ده مرة اخيرة عشان تعرفوا قصتنا انتهت ازاي. يمكن حد فيكو ياخد منها درس او عزه. انا دمرت حياتي، ضيعت كل حاجة، كان لازم اهرب من كل الناس ومن كل حاجة بعد ما كنت سبب في قهرب جوزي، بعد ما صدمته صدمة كبيرة هو ما تحملهاش. زياد ما يستهلوش، ما يستهلوش يا صاحبي والله. بجد يا كريم انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. الواحد الايام دي ما بقاش عارف الضربه جايه له منين، فلازم يعمل نفسه. عشان كده بقول لك ان انت وجودك جنبي الفتره دي خليني مطمن، يعني حوالي حد عارف اثق فيه اتكلم معاه. بصلي قبل ما تنام. اه انت خطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط هظبط. يا ابني الصلاه دي اهم. هي دي كانت نهاية قصتي، قصة ابتدت بنظرة وابتسامة وانتهت بذنب هفضل شايلاه لحد ما اموت.